ان شاء الله نازل اوبريت لوزاره الداخليه باذن الله. باذن الله ده اهداء بسيط جدا جدا من اي فنان والفنانين اللي شاركوا بالذات في الاوبريت ده لشرطتنا، وبنقول لهم ربنا معاكم. وطبعا جيشنا العظيم بنقول له ربنا معاك ودايما كده رفع راسنا ودايما حمينا ودايما ظهرنا وربنا معاك، وان شاء الله باذن الله يرد كيد الظالمين باذن الله باذن الله ان شاء الله. الاوبريت ضم ناس كتير جدا، من المغرب ليلى غفران، من سوريا مجد القاسم، من مصر ريهام عبد الحكيم، من الفلاحين بنات الراوي اللي هم الفلاحين، فاطمه عيد ستات البيوت، سيد الشاعر للصعايده، طارق عبد الحليم، احمد جوهر، كل الناس. وعملت حاجه يمكن كل الناس قالوا لي ايه يا امينه هتعملي الاوبريت ده مع الناس دي كلها وبتاع، قلت لهم انا بعمل حاجه لمصر ما بعملش حاجه لنفسي. بقول الله على رجالتنا يلي رافعين رايتنا، تعيش شرطة بلادي بتضحي عشان راحتنا. مرسي.